أصل حكاية. أصل حكاية مع زينب ميكي على EFM أحلى راديو. أصل حكاية. صباح الخير. اليوم كلامي بيش يكون لهم هما بنات بلادي اللي قال عليهم الشاعر ولاد أحمد نساء بلادي نساء ونصف. اليوم باش نحكي لكم على العاملات الكادحات ربات البيوت المهندسات الطبيبات اللي سوقوا في الطائرات الصحفيات والمحاميات وغيرهم السيدات اللي فكوا بلايصهم في كل الميادين. أما زعمة فيكمش شكون اسأل روحه نهار كيفاش وصلت المرأة في تونس باش تتمكن من افتكاك حقوقها. هذاك علاش قلت علاش ما نحكي لكمش أصل حكاية الصحوة النسائية في تونس. أصل حكاية. أصل حكاية اليوم أنه أول من قام في تونس بالدفاع عن المرأة والمطالبة بإعطائها حقوقها هما الرجال مش نساء. المثقفين رواد الإصلاح في القرن 19 حاولوا يأثروا على الرأي العام باش تكون المرأة عنصر فعال في تربية الأجيال مع تمسكها بهويتها الأصيلة وطالبوا بتمكينها من تعليم ديني واجتماعي صحيح. وفي الحقيقة هالمثقفين واللي كان عددهم قليل خاطر المشايخ والعلماء الكبار ما زالوا ما استوعبوش وقتها التيارات التحررية اللي اهتمت بالمرأة في العالم. من حسن حظ تونس أنه في عشرينات القرن العشرين النساء أنفسهم دخلوا على الخط وسمعوا أول مرة أصواتهم باش يطالبوا بحقوقهم. في عام 1928 واحدة منهم حبيبة المنشاري اللي كانت متزوجة من محامي متحمس لقضية حقوق المرأة وكانت عضو في فرع المنظمة العالمية SVU ذات النزعة الاشتراكية طالبت بصوت عالي ولأول مرة في بلد عربي مسلم بنزع الحجاب اللي هو وقتها السفساري واللحفة. وساندوها برشا نساء وبرشا رجال كلهم من الطبقة المثقفة القريبة، لكن بعض الزعماء في هاك الوقت كانوا معارضين وبشدة باستثناء بعض أعضاء الحزب الإصلاحي اللي كان يترأسه المحامي الشهير وواحد من زعماء الحركة الوطنية حسن الجلاتي. يبقى أنه أهم حدث عاشته البلاد وأقوى صوت ترفع باش يطالب بمنح المرأة حقوقها هو كتاب المفكر والمصلح الطاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع اللي اصدر عام 1930. طالب فيه الحداد المجتمع والدولة باش يعطيوا للمرأة حقوقها، لكن هالصوت وقع اسكته بسرعة والمشايخ وعلماء الدين وقفوا وقفة قوية ضده. وأصدر واحد منهم الشيخ محمد الصالح بن مراد كتاب سماه الحداد على امرأة الحداد، فيه نقد لاذع واستهزاء قوي من الحداد وصل حتى اتهمه بالإلحاد والكفر، الشيء اللي تسبب له في حرمانه من الحصول على شهادة الحقوق وفي طرده حتى من الخدمة. وظهر من بعد اللي السبب الرئيسي في الهجمة على الحداد هو في الحقيقة اللي كتابه خرج في ظرف كانت فيه السلطة الاستعمارية قائمة بحملة واسعة مست بها الهوية العربية الإسلامية للبلاد التونسية، بالخصوص وقت قرر تنظيم المؤتمر الأفخارستي الكاثوليكي في تونس وبرمجت احتفالات بخمسينية الحماية الفرنسية على تونس. البعض متوانسة اعتبروا وقتها أنه كتاب الطاهر الحداد داخل فيها الإطار وأنه المؤلف متاعه ما هو إلا بيدق في يد المبشرين والاستعماريين. أصل الحكاية أنه الجو هذا ممنعش برشا مثقفين في مقدمتهم رجل الصحافة الشهير الهادي العبيدي باش يدعو النساء باش هما أنفسهم يأسوا جمعيات ونوادي خاصة بهم. والنداءات هذه لقات صدى وما بين عام 1931 وعام 1932 ظهرت جمعية خيرية اسمها جمعية النساء المسلمات ونظمت حفلة لجمع التبرعات لفائدة ضحايا الفيضانات وحضرت فيها زادة زوجة المقيم العام وعدد من الأميرات من العائلة المالكة وبعض النساء المعروفين بتوجهاتهم العصرية. في جويليا 1933 مجموعة من النساء من الطبقة الراقية ينظموا حفل في سيدي بوسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف وألقت فيه زوجة المؤرخ عثمان الكعاك محاضرة حول السيرة النبوية بينت فيها مكانة المرأة في الإسلام وتنظمت بعدها الحفل لقاءات مماثلة. وبعض النساء قدموا مساهمات في الصحافة المكتوبة منهم الدكتورة توحيدة بالشيخ أول طبيبة في العالم العربي والإسلامي اللي كتبت مقال في الموضوع في مجلة ليلى.
لكن كل هالأنشطة بقات في مستوى النقاش والجدل الفكري، والمرأة بقت بعيدة على الأنشطة الاجتماعية. هذا الكل ممنعش باش في ماي 1936 يتأسس الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وتقدموا نساء اللي كونوه بشيرة بن مراد ومعها عدد من نساء مثقفات وزوجات وجوه معروفة بطلب تأشيرة. لكن السلطة ما طلتهم بسبب تخوفها من توجهات الوصولية متاعهم، ومعطاتهم التأشيرة كان بعد 15 عام. المنظمة النسائية هذه تبعثت في وسط زيتوني اللي وقتها الناس الكل كانوا يعتقدوه محافظ ورجعي، وكان أكبر مشجع للاتحاد هو الشيخ بن مراد اللي بنته بشيرة هي أهم وأنشط عنصر فيه، ومعها زوز أخواتها ومجموعة من نساء أخرين، منهم سارة بالخوجة بنت الحاج علي بالخوجة المدرس بالجامعة الأعظم، وبعد لحقت عليهم توحيدة بالشيخ ووسيلة بن عمار وراضية الحداد. والشيخ بن مراد أعطاهم ركن في صحيفته شمس الإسلام باش ينشروا فيه أفكارهم، وبي البلاد محمد لمين باي وقتها شجعهم على نشاطهم ووسم رئيستهم بشيرة بن مراد في جوان 1950. أصل حكايتنا اليوم أنه الاتحاد نشط مدة بلاش تأشيرة، وكان نشاطه يتمثل في تنظيم الحفلات الخيرية للفقراء والفائدة بعض الجمعيات كما جمعية طلبة شمال إفريقيا والحركة الكشفية، وزاد لمساندة القضية الفلسطينية، وفتح فروع في عدد من مدن داخل البلاد، وكان دائماً ينادي بتعليم البنت باش تكون زوجة ومرة صالحة. وقت عاشت البلاد بعض التحركات في إطار الحركة الوطنية والمقاومة، شارك في الحملات التحسيسية وفي مظاهرات 9 أفريل 1938 وحملوا مناضلاته لفتات الطالب ببرلمان تونسي وبحكومة مستقلة، وشاركوا في لجان تقصي الحقائق بعد أحداث تزركة عام 1952، وشاركوا في الاجتماع النسائي الكبير اللي صار في ديسمبر 1955 بعد حصول البلاد على الاستقلال الداخلي، وبعثوا عريضة للوزير الأكبر يطلبوا فيها بتمكين المرأة من كامل حقوقها، وتعاونوا فيها النشاط مع شباب الحزب الدستوري، وكانوا باتصال دائم بقيادة الحركة الوطنية. الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي ما بقاش وحده على الساحة، وتبعثوا معاه بعد الحرب العالمية الثانية جمعيات نسائية أخرى، منهم الفرع النسائي لجمعية الشبان المسلمين اللي ركز وقتها في برامجه على الجانب الأخلاقي في تأطير الفتيات، ونظم دروس في رفع الأمية لفائدة النساء، وبنى مدرسة للبنت المسلمة في تونس ورياض أطفال في ضواحي العاصمة، وركز فرع للمحافظة على القرآن الكريم، الشيء اللي جاب له تشجيع ودعم الوسط الزيتوني. والمنظمة الثانية اللي تبعثت في نفس الوقت هي نادي الفتاة الإسلامية اللي هو زادة كان في ارتباط متين بالوسط الزيتوني، ونشر مقالات حول قضية المرأة في جريدة الصوت الطالب الزيتوني، ودعا إلى تكوين فتيات قادرات على العمل لصالح الدين والوطن، وبعث مجلة عنوانها الإلهام في مارس 55. المنظمة الثالثة أسوها عدد من نشطاء الحزب الشيوعي وسموها اتحاد نساء القطر التونسي، وأغلبية النساء اللي انتموا لها كانوا فرنسويات ويهوديات تونسة، وأصدروا مجلة شهرية باللغة الفرنسوية عنوانها نساء تونسيات. أصل الحكاية أنه تأسيسها ثلاثة جمعيات ما منعتش الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي باش يواصل نشاطه، خاصة أنه لقى دعم من الحزب الدستوري ومن الاتحاد العام التونسي للشغل ومن الكشافة، وكانت منشوراته تطبع في دار اتحاد الشغل. في عام 1956 تأسس الاتحاد القومي، وبعد ولا الوطني للمرأة التونسية، كونوه شدلية وسعيدة بوزقرو بنت أخت الزعيم لحبيب بورقيبة وفتحية مزالي وراضية الحداد، وانتخبوا عايشة باللاغة رئيسة، وبعدها ترأست راضية الحداد. والتأسيس هذا صار في الحقيقة باش يقطع مع الجمعيات النسائية اللي ذكرناهم، ومنهم الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي اللي الدولة المستقلة ما كانتش موافقة على توجهاتهم. من 1956 حتى 2011 الاتحاد بقى مرتبط بالحزب، ومن بعد 14 جانفي 2011 تعرض لبعض الصعوبات بسبب التجاذبات السياسية، وفي فيفري 2013 عقد مؤتمر خارق للعادة وانتخب قيادة مستقلة على الأحزاب الحاكمة. وإحنا قلنا اليوم خلينا نحكي لكم على أصل حكاية الصحوة النسائية في تونس، قلنا خلينا نذكروا مسيرة طويلة خذوها برشا مناضلين باش نساء في بلادنا يتحصلوا على حقوقهم.
أصل الحكاية. أصل الحكاية مع زينب ملكي على إيفان أحلى راديو. أصل الحكاية.